مره يسرعونه مره يبطئونه، موجود بال يعني الاقوقيه موجوده السرعه، اكو هجمه كانت لاقوقيه، هجمه مرتده اللي اضاءها علاء عباس اي اللي يعرف يعني اللي تحس بيها انه من افضل الحالات اللي الكونترا اتاك يسمونها الهجمه السريعه المرتده حققوها اللي حققها هو براه. فاذا فريق الزهراء تدري هاي لو مكتمل هدف كان صارت صار ممتازه. ولهذا اكو سؤالك ارجع له اللي قلت فريق الطلبه، قلت لك مثل ما شفت فريق الزهراء اللي موجوده اللاعبين الموجودين زائدا دكه البدلاء زائدا تحس بهم فريق تشعر فريق ينافس، احس اكو فريق له استراتيجيه واضحه، خاصه انتقال الكره بين اقدامهم اليوم كانت ممتعة. ما أدري الملعب يعني هو حلو زين. لو سألتك كدكتور، نعم، ضربتين جزاء بالشوط الأول، المدرب هنا المفروض شلون يفكر؟ لأن ينفذوها اثنين مختلفين، يعني ليش اثنين مختلفين؟ ليش مو واحد ينفذ ركلة الجزاء؟ ليش مو المهاجم حتى ينافس على الهداف؟ هو يبدو أنه هو لو إلعاني هو منفذ ضربات جزاء، يعني تعرف أول أول أربع دقائق هو نفذ الأول، لكن من أخذ الهدف الأول بأريحية حاول أنه يطل الثقة للقوقية، لأن القوقية هو يقول لك أنا هم منفذ ضربة جزاء، فهذا التنافس تعرف أنت، هذا التنافس يخلق الإبداع. ما يحتاج علاء عباس، كان المفروض ينفذ وحدة لعودة علاء عباس مع الثور بقادم الأيام، لأن هي تعرف خيارات وكل واحد عدة كابتن بقادم الأيام تحتاج اللاعب رقم واحد المنفذ ورقم الثاني، لكن في بعض الأحيان أكو مرونة.